كرة تحولت الآن أمامية لهمام طارق، همام طارق يرسل كرة جميلة خطرة، هدف يأتي الآن من إيران صديقة، هدف لصالح المنتخب العراقي، يتقدم الآن الهدف الثاني. وشوف المتابعة الجميلة اللي كانت فعلا، المتابعة الجميلة اللي كانت من عماد محسن، 21 سنة لعب فريق القوة الجوية ومن أصغر لاعبي هذه المباراة، ثاني أصغر لاعبي هذه المباراة اللي يعني بالنسبة للمنتخب العراقي، لكن الأصغر هو مهند علي رقم 13 وهو أصغر لاعب موجود في هذه المباراة. الثاني لاحظ الكرة، هذه الكرة اللي كانت سريعة جدا وكانت بعد ذلك جميلة جدا من مهند علي، عدى أخذ حارس المرمى وليد عبد الله يتمكن من إيداع الكرة في المرمى ومن تسجيل الهدف الثالث، إذن الآن ليتمكن المنتخب العراقي الآن من إضافة الهدف الثالث، الفعل عن طريق مهند علي هو أصغر لاعب في المباراة 17 سنة. شوف التصرف، شوف الإمضاء، شوف الظهور، شوف البصمة الجميلة ما شاء الله، شوف الكرة، أيوه كانت في متناول محمد كاسد حارس مرمى المنتخب العراقي، ولكن يعني بتمر الكرة وبتعدى الكرة في العمق، المنتخب العراقي يبحث عن الرابع. كرة الآن من همام طارق، خطرة، الله على هدف جميل، هدف حلو من مهند علي 17 سنة، ومهند يأتي بهدف الثاني شخصي في هذه المباراة، حلوة من همام طارق، يطرق المرمى، يرسل كرة جميلة جدا، وبعد ذلك كرة ولا أروع، الله 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 الله, الله, الله.